رفقة جوخ الأستاذ محمد العثماني لطرب الآلة. مرحبا بك سي محمد العثماني. الله يحبكم الخير. الله يبارك فيك سيدي. سي محمد، مجموعة من الشباب اليوم كنلاحظوا بأنهم ولاو كيتعاطوا الموسيقى الأندلسية. شنو رأيك في بكثرة في الفترة الأخيرة؟ شنو رأيك أستاذ؟ أولا تنشكر القناة الثانية على الاستضافة المرة الثانية مرحبا بك. معكم في هذا البرنامج الشيق. بالنسبة للشباب المغربي، الحمد لله كنلاحظ أن هناك صحوة على الصعيد الوطني، لكل شباب يقومون بأعمال جادة ويعرفون بأعمالهم في مختلف وسائل الإعلام. من كذلك رأيك علاش أستاذ شنو تغير؟ الحمد لله هناك عدة أسباب. يمكن نشوفوا على مستوى الدراسة، المعاهد الموسيقية أصبحت تلجها يعني مجموعة ديال المتعلمين والمتعلمات. هناك مادة التربية الموسيقية أيضا عندها واحد الدور للتثقيف والتوعية ودور الجمعيات بالموسيقى. أيضا الجمعيات نشطة على الصعيد الوطني، يعني كاين واحد المجهود جبار تيتقام اليوم. وتنشكروا حتى وسائل الإعلام اللي كتتواكب هذا التطور وهذه الصحوة اللي يعرفها الاهتمام بالتراث المغربي بصفه عامه. استاذ، بعد تدوين، حيت شفتك اليوم ما جبتي لنا حتى حاجه معك. المره اللي فاتت كنتي جبتي لنا كتاب، كنتي دونتي المره الاولى نوبه الاستهلال، ومن بعد كان كتاب موسيقى الاندلسيه المغربيه والجزائريه. اليوم شنو اليوم كتحضر الكتاب بالعربيه والفرنسيه، تكلم لنا عليه. تنوجد واحد هناك بعد تنويط الموسيقى الاندلسيه اللي كان تم في سنه 2018، يعني ال 11 نوبه كلها تدونات، بقيت بعض الموازين اللي ما تدوناتش، يعني هي بغيت تقول يتيمه كيسميوها. فاشتغلت عليها ودونتها فوق 11 نوبه، فوق ال 11 نوبه، كميزان قدام الجديد وقدام البواكي المايا الى غير ذلك. فاشتغلت عليها ودونتها، ولكن هذا الكتاب بغينا يخرج لواحد الجمهور اخر، الجمهور اللي كيهتم يعني بالتراث المغربي ولكن غيكون بالفرنسيه ان شاء الله، ناطق بالفرنسيه بطبيعه الحال. وحتى المدونات الموسيقيه غادي يكونوا الحروف باللاتينيه باش نحاولوا نقربوها من هذا الجمهور يغنيها، او لا الباحثين. عندنا بزاف ديال الدعوات للدي ماستر كلاس تنحتاجوا لهذا المجهود، نقربوا لهم موسيقتنا، وهي فرصه باش تصبح تنال المسار ديالها على الصعيد العالمي. العالمي لما لا؟ كنظن بان لا، انا على يقين ان هذا العمل خصو مجهود كبير كبير بزاف استاذ، لان الروايه الشفويه كتبدل، ولكن توثيق التراث هو اللي كيستمر لاجيال واجيال. بطبيعه الحال، والاسم ديال هذا المؤلف ان شاء الله غادي يكون لي بريسيوز ميلودي اغابو اندلوس. لي بريسيوز ميلودي اغابو اندلوس، غتجيبوا لنا المره الجايه ان شاء الله. بكل سرور، ونتمنى انه المعاهد الموسيقيه تستفد من هذه المؤلفات اللي كيقوموا بها باحثين كثار في المغرب، ونتمنى انها تدخل كذلك حتى للمدرسه العموميه ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ على حضورك.